فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، نبدلوا الخصاص نحكيو فولي. توا تفاجئنا الناس الكل يوم امس بتبديل مكان مقابله نهائي البطوله الافريقيه للانديه بين الترجي الرياضي التونسي والزمالك المصري من قبل الاتحاد الافريقي. معنا شكيب ابو سليم رئيس فرع كره الطائره في الترجي باش يعلق على الديسيزيون هذه. شكيب اهلا بك. اهلا وسهلا، شنو شنو الامور؟ لاباس؟ عايش خويا بارك الله فيك. ديسيزيون غريبه شويه سي شكيب، ما توقعناهاش من الاتحاد الافريقي. كنا نجموا، هما قالوا فما احداث صارت في مقابله قريبه، كنا نجموا نشوفوا ديسيزيون اخرى تنبيه والا حاجه من النوع هذا، لكن انك تبدل معناتها المكان مع نتاع الدور النهائي خاصه في ظل ضد منافس مصري في ظل وجود لجنه رئيس لجنه منظمه اللي هو مصري، خلف برشا تاويلات سي شكيب. بالله كي تقول احداث عايش خويا الغالي، قلت حسب ما قالوا هما احداث. لا لا، هما كيقولوا في القرار نتاعهم احداث. شنو هي الاحداث اللي هاكا موجود معناتها مسجل تسمع فيا؟ هذا جمهور دخل ربع ساعه من زمان شجع الملاعبيه، مشاو الملاعبيه صفقوا عليه، خرج وحده، لا امن لا تدخل تاع امن لا انفايسمون دو تيران لا في وسط ماتش ولا حتى شيء. انا باش نعطيك حاجه اخرى، مسؤولية التنظيم الجامعة، مسؤولية البيبان الجامعة، مسؤولية الاتصال بالأمن الجامعة. الترجي ما عنده حتى دخل في الموضوع هذا. الترجي كان عاونت وهي ما هيش مسؤولة باش حتى حد ما شوف. الديسيزيون اللي اتخذت مستحيل كان جات في مصر نجم تتخذ. مالوروزمون رئيس جامعة كرة الطائرة في تونس يخدم ضد فريق تونسي، ضد درابو تونس، باش ما يهزش البطولة هذية. والحكاية هذية بدات من الأول من التنظيم، من اللي اختار صالت سيدي بوسعيد وصالت بن عروس. لحظة لحظة تدخل. سي شكيب ظهرلي كلام خطير شوية، ذي معناتها تقصد لا أكثر من هذا، في راس الفيلق رئيس الجامعة التونسية. باش نزيد نتكلم أكثر، شوف باش نحكي لك لي بيريبيسي وعايش خويا يعطيني شوية وقت. تفضل إيه تفضل. باهي، شوف اختيار صالت بن عروس بارابور صالت الزواوي غالط 100%. فما باتشوم تاع فولي بول في صالت بن عروس، صالت بن عروس خير من صالت الزواوي إلا بالتدخل من الوزيرة مشكورة فهمتني باش قبل واعطانا البريمير فاز ومشى غالتها وقال لها راهو الاتحاد الافريقي يطلب قاعه محايده والاتحاد الافريقي يمنع الانديه التنظيم. انا بيدي من 93 خويا راني في الفولي مانيش جديد، كان ما نظمتش نظمت 10 بطولات افريقيه وممكن 6 ولا 7 عربيه، معناتها عندي خبره كبيره. كان هو جاء البارح انا عندي واش 25 سنه. شوف كلمت رئيس الاتحاد وحبيت نثبت بالكش القوانين تبدلت، قالت لي مستحيل. اكثر من هذا قالت لي انا باهته باللغه هذية، رئيس اتحاد تونسي يحب الزمالك تهز التيتر والا تسويح لي تهز التيتر باللغه هذه. هذا اللي قالته رئيس الاتحاد الافريقي. هذا توا 10 ايام وعاودت رجعت للسيده الوزيره ولا 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 والشيف كابينه نتاعها وعطيتهم الرقم نتاع رئيس الاتحاد واتصلوا بها وثبتوا ولقاو كلامي انا الكل صحيح. ومن بعد كي كلموه قالوا شبيك غلطنا تعرف قال لهم رئيس الاتحاد ما مش هذا الكلام اللي قالته لي وبدلت رايها، معناتها ردها هي كاذبه. عيب الشيء اللي يعمل فيه يا سيدي، انت ما عندكش حتى دخل. اي مالا انا جاني تليفون وقالوا لي راهو هو عمل تليفون لرئيس الاتحاد الافريقي وهو اللي دزها للقرار هذايا فهمتي باش يتخذ البارح. شنو هي مصلحته في سي شكيب؟ هو عنده مشكل مع الترجي. شوف اليوم الترجي ولات في اون نوفيل رولاسيون مع الجامعه. من اليوم انا باش نقول لك راني عندي 10 ملاعبيه في ليكيب سينيور برك في ليكيب ناسيونال. السيد هذا ما يعرفش اللي البطولات اللي قاعد يهز فيهم 70% بجوارات الترجي. مش تهديد. اما شوف احنا مازلنا ما خذناش قرار، خاطر بعثنا اليوم الصباح مكتوب للوزيره.
والاولاد يسون بيان كونسونطري وقاعدين يترناو تاو في قاعه سيدي بوسعيد. انا تاو خرجت لك من القاعه وما ندخلوش الاولاد في الامور هذيه. الاولاد امورهم فنيه وتحب نقول لك حاجه يا اون موتيفاسيون سبيسيال نتاع مليون في المئه باش تصير. فهمتني الاولاد غدوه باش يهبطوا غله. شنو هي الموتيفاسيون؟ موتيفاسيون كي انت تظلمني شوف الرياكسيون نتاعي. انت قلت لي كلمه قبيلك في الاوفت كان تسمح لي نقولها زي شكيب، قلت لي باش نهزوها حتى لو كانت تلعب في مصر مش في سيدي بوسعيد. كان يحبوا يوخروها مش غدوه ويهزونا للقاهره. رحنا جايبينها جايبينها. مش انا باش نجيبها باش يجيبوها باش يجيبوها الاولاد نتاعي السيوده. شنو هي معنوياتهم الاولاد بعد خاصه بعدهم من دارهم كما نقولوا اللي هي قاعه الزوار؟ اكسترا اوردينير ان شاء الله. قلت لك سي اون موتيفاسيون سوبليمونتير. واضح. شوف الشيء اللي قاعد يعمل فيه رئيس الجامعه راهو خطيره برشا. راهو درابو تونس كي اون جو. راهي هذه نسميها انا خيانه عظمى. معناها رئيس لجنة المنظمة اللي هو مصري واللي قال انه باش يخدم الزمالك هذا ما عنده حتى علاقة. رئيس الجامعة خاص قولك انت هو اللي فما منه. انا باش نقول لك حاجة، كان انا نلعب فينال ما جيتش مع 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 الزمالك ما تتبدلش. فما منه، اما شكون شجعه؟ وانت رئيس لجنة منظمة، انا نعطيك القاعات وانا كي نفرض عليك ونقول لك ليه ما تعملها كان في قاعة الزواوي، وغدوة سيدة الوزيرة باش تكون حاضرة، ما فماش أمن زعما؟ الأمن تو يكون فوا 5 وفوا 10 من اللي كان البارح. ما يدخل حتى حد. باش نعطيك أنا مثال آخر، ادخل السيت نتاع الفيدراسيون نتاع الفولي، البارح ما عندين مقابلة في قليبية في البنات. شوف التشجيع اللي موجود، فوق 500. ما صار حتى شيء، جمهور دخل وخرج قبل المقابلة بربع ساعة، اللي شوف ما فماش. هوك قدامك يرحم والديك. عديه في الراديو نتاعك. الماتش علاش واخر 40 دقيقة سي شكيب؟ شنو هي؟ الماتش علاش واخر 40 دقيقة؟ البداية نتاعك. ما واخرش 40 دقيقة خاطر ساعة فما ماتش وقت قبل. فهمتني؟ مو خاطر هي اون بون اورغانيزاسيون. تو أنت برا سمك تمشي تعمل ماتش دي ماتش دو كلاسمون في سالة الزواوي. مش علاش الماتش الاول والماتش الثاني في سالة الزواوي؟ علاش ما صاروش كان في سالة سيدي بوسعيد وتلعبوا لي دو فينال لي دو دومي فينال؟ راهو متوخر حتى دقيقة. واضحش؟ وهذا ماتش واد تاع فولي بول ما تحكمش فيهم، لا تعرفهم ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة. تشوفها صحيح هاي. فهمت؟ ربي يهدي حاسيلو إذا كان أكيد الكلام اللي تقول فيه، عندك حاجة ملموسة عليه الكلام هذا شكيب؟ عندي خاصة اتهامات رئيس الجامعة معناها على الأقل فريق تونسي غريبة شوية. شوف قلت لك الحكاية بدات من الأول عايش خويا. من الأول هو مش حاب. نزيد لك حاجة أخرى. مشى للوزارة وكي ضغطوا عليه وكي فهموا الحقائق وكي غلطهم وكي سمح لي في الكلمة باش نقولها كي كذب عليهم وقال لهم راهو القوانين هكا وكي لسموه معناتها باش يقع دوزيام تور وحتى الفينال باش يقع، تعرف اش قال؟ كي خرج من البيرو ولا تكلم في التليفون، انا جاوني ديزيكو معناتها من الوزاره، قال انا اقسم بالله ما يحطش ساقه في صاله الزواوي ولو في الفينال ولا بروفوني. هاو لعبنا سته ماتشوات وما ريناش وجهه في قاعه الزواوي. ما جاش للصاله. شو معناها؟ يا ودي هذايا الكل هو حذروا وفبركوا وحتى في الامور الامنيه ما تليهاش كجامعه بحتى شيء اكسبري باش تصيرش مشكل باش يقول لهم ماني قلت لكم سيبوا عليكم من قاعه الزواوي راهي ما تتامنش. انا باش نقول لك حاجه، نشكر الجمهور اللي جاء شجع البارح تسمع فيا والجمهور اللي جاء هال 200 هذوما غدوه باش تلقى 5000 قدام صاله الزواوي قدام صاله سيدي بوسعيد وباش يشجعوا وان شاء الله يا ربي يا ربي بجاه سيدي رمضان تسمع فيا ينصرنا وتشوف. امين ان شاء الله. اكيد اللقب التونسي هذا اللي نتمناوه للترجي التونسي، اكيد باركور كان مزيان برشا في البطوله هذه يستحق بعده اللقب ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله لاولادنا، بالتوفيق ان شاء الله للترجي الرياضي. شكرا لك سي شكيب على كل ما تدخلك معنا وعلى ما قلته بخصوص البطوله الافريقيه هذه وتغيير مكان الدور النهائي من قاعه زواوي لقاعه سيدي بوسعيد. فاصلتهم كاملين في بلاي في اخر